مولود الحوت رح يتألق بنجومية مطلقة مع تواجد الكواكب ببرجه، زهرة، المريخ والمشتري. بتتقدم بطلبات، بتفاوض، بتعرض مشاريع جديدة بكل جرأة تحت تأثير المربع الفلكي. نهار السبت والأحد مع وجود القمر ببرج السرطان والشمس من الحمل بخليك تتلقى عروض مغرية بتبلغ فيها منصب مهم طالما أنت كنت عم تحلم فيها. الأمر بيزيد من ثقتك بالنفس وبخليك تشعر بالرضا والسعادة والتفاؤل. مع انتقال القمر لبرج الأسد التنين والثلاثة بشكل مثلث فلكي مع الشمس من الحمل بخليك تقطف ثمار جهودك السابقة وتحصل على أرباح ومكاسب مالية. من الممكن أنك تقوم باستثمارات واعدة، لكن بالرغم من كل هالأمور السعيدة عليك أنك تراقب كل تحركاتك وكل شيء عم يبرم من حولك من تطلعات مختلفة، خلافات، تناقضات. انتبه على مواعيدك خاصة الأربعاء والخميس. مع وصول القمر لبرج العذراء لمواجهة برجك فما عليك إلا أنك تلتقط المعلومات الصحيحة بعيداً عن الالتباسات والمشاكل، وتنتبه وتدقق أكثر بالتفاصيل، ما تعقد الأمور وما تخطي خطوة أو تتصرف بتصرف تندم عليه بالأيام الجاية. بترتفع نسبة النجاح، بتقوى معنوياتك وبترتاح من المعاكسات، بتتوضح الصورة وبتفرح بالأخبار السارة، بتستعيد السيطرة على مجرى الأمور تحت تأثير القمر من الميزان. نهار الجمعة من الضروري أنه تلطف الأجواء يلي تزعزعت وتستعيد حماستك وتتحسن الظروف وبتلاقي الأمور من طريقة إيجابية. بتصادف النجاح بأعمالك وبتتلقى أخبار سارة بتتعلق بشؤونك المالية والمهنية. عاطفيا رح تنطلق حياتك الاجتماعية نحو احتفالات وبتطل على فترة عاطفية وعائلية أكثر وعدا مع وجود كوكب الزهرة، كوكب الحب ببرجك يلي بيسلط الضوء على أوضاعك الشخصية وأمورك تتعلق مع الأهل والأولاد والأحبة. بتتوسع دائرة تحركاتك وصداقاتك، كمان شراكاتك بتكون مهمة عاطفيا تتناغم مع أفكارك. أما العازب رح يحصل على الجواب طالما كان عم يسعى لإله.